لسه معانا النجم الرياضي الجميل الاهلاوي احمد التهامي، ولسه محاور كتير هنتكلم فيها، وهنبدا بالاهلي لان زي ما كنا بنقول كل الناس عارفه انت صحابك كتير قوي من اصلا الفريق. مين اكتر ناس من الفريق قريبين ليك دلوقتي؟ والله يمكن معظمهم، يعني طبعا قفشه طبعا اخويا وحبيبي هو وايمن اشرف مقربين جدا وعلى طول في مناسبات بعض يعني، واخواتي جدا، وطبعا شناوي انا بحبه وصديق يعني طويل، وسعد سمير ومحمد الشريف، يعني لعيبه كتيره قوي يعني، واخواتي يعني. وفي الماتشات بقى ايه طبعا اكيد بتتابع كل الماتشات؟ طبعا لا الاهلي بتروح الاستاد، انا عارفه دلوقتي يعني طبيعه الحال. لا خلاص الاهلي اصله انت عارفه دايما يقول لك ايه اللي بيحب البطولات ومتعود على البطولات يشجع الاهلي. طبعا واقع وتاريخ يا جماعه، ما يعني اللي يحب الفن والهندسه يشجع الزمالك بس. ايوه انت كممثل تقول بس طبعا يعني الاهلي فعلا فريق قوي ماشي بخطى كويسة في النجاح، وهو عامل شغل كويس في أفريقيا، يعني هو تاني المجموعة ولسه ليه ماتشات يعني. يعني فحقيقي اللعيبة مقاتلة جدا في الملعب، عندهم مهارات فردية بس دايما بيلعبوا بمهارات جماعية واللعب جماعي، يعني أنا شايف إن في إصرار دايما. يقول لك الأهلي الأهلي مش حلو الماتش ده، او مش فايقين اللعيبه قوي، فجاه تلاقي الاهلي بيقاتل لاخر دقيقه وتلاقي الجون في دقيقه 90. احنا مع مرتبط طبعا القفشه ممكن او القضيه ممكن. طب انت بمناسبه يعني قربك قوي من معظم لعيبه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، على الصعيد الشخصي بقى والانساني، يعني هل بيكون في فجوه بين وجهه نظر الناس اللي قاعدين بيتفرجوا المشجعين وبين اللاعب؟ يعني مثلا حد زي قفشة او غير قفشة، يعني حد مثلا ايه اثار جدل معين في لقطة من لقطات المباراة والناس كلها قالت حاجة معينة عليه، انت بقى لما بتلتقي معاه على الصعيد الشخصي والانساني تقول له مثلا الناس كلها شايفة كذا كذا، او الناس كلها معظمهم بيقولوا كذا كذا على اللعبة الفلانية، هل بيبقى يعني بيدور يعني ما بينكم النوع ده من الحوارات ويقول لك لا انتوا مش واخدين بالكم ان ساعتها كان كذا، يعني فاهم قصدي؟ والله بص هو بيحصل، بس طيبا الجمهور انت عارف الجمهور لما بيشجع نادي من كتر عشقه فهو انت عايزك تكسب طول الوقت، وعايز يشوف النجم ده هو طول الوقت اللي بيجيب اجوان يعني وتحصل على بطوله، يعني احنا خدنا التاسعه ثاني يوم العشره يعني يعني هو ده يعني ما عندوش طبعا. الجمهور ما عندوش مساحه ان لا انت لعبت وحش المره دي، او انك عندك ظروف معينه، او انك خارج من بطولات تقيله لعبتي بايرن ميونخ وفريق البرازيل وخارج من بطولات تقيله. حتى انا يمكن قلت قبل كده ان الفرقه طبعا مجهده، دي بطولات تقيله ورا بعض، فلازم في فتره اعداد بدني ان هم يقدروا يرجعوا تاني للبطولات كويس، والحمد لله عاملين شغل كويس. بيحصل ده طبعا، انا يمكن ما قابلت وكان يمكن اول مره اقابله طبعا مروان محسن، فمروان انسان حقيقي جدع وانسان طيب، وانا يعني يمكن المشهد اللي شفته ان هو الاهلي بيحتفل وهو حزين عشان ضيع ضربه الجزاء، لا مروان مش اخر مطاف، مروان انت لعيب كبير ولعيب مجتهد وانسان محترم حقيقي طبعاً. يعني انسان محترم جدا، فهو التوفيق بتاع ربنا، فهو هيجي في وقته يعني. لا وجه قبل كده كتير حقيقي، يعني هو ليه يعني قبل كده تاريخ محترم جدا حقيقي، ليه تاريخ بالظبط، يعني مش هي دي اخر المطاف في المباراه، لا انت بالعكس انت لعيب جامد جدا. فانا طبعا الدعم طبعا لكل اصحابي، وفعلا يعني لا بيحصل نقاشات كتيره جدا ما بيننا، وفي الماتشات بيحصل حاجات وبتاع، ولازم نقعد مع بعض نتكلم، بيحصل ده كتير جدا يعني.